أنا من الرستم وهرد على أسئلتكم عن تنمية الأولاد. الطفل الزنان هو الطفل اللي بيطلب الحاجة ويفضل يطلبها ويطلبها ويطلبها لحد ما توصل لحد عنده، يعني بتقول عايز مية عايز مية عايز مية عايز لحد ما كوباية المية تبقى في إيده. هو ببساطة الطفل ده ما عندوش الصبر، يعني مش عارف إن هو لو قال أنا عايز مية وما جاش دلوقتي حالا هي هتيجي كمان شوية، يعني هو مش عارف يعني ايه دقيقة اتنين تلاتة خمسة، مش فاهم ده، وهو محتاج بس ان انا قصاد الزن ده ان انا ما استجبش، يعني اقول له حاضر هجيبها لك، فطلبها تاني هقول له حالا هجيبها، طلبها تالت ولقيت ان هو بدأ يزن اقول له حبيبي انت هتقولي انا عايز مية وانا هبقى سامعاك، مش مية طبعا لان المية بنجيبها على طول، بس مثلا انا عايز اخرج او انا عايز العب او اي طلب كان، يعني هقول له انت هتقولي انت عايز كذا وانا هبقى سامعاك، بس انا مش هرد عليك عشان انا بعمل حاجه في ايدي دلوقتي، لما اخلص انا هجيبها لك. طبعا ده مش معناه ان هو هيسكت بقى خلاص ويقتنع ويبقى فجاه اكتسب مهاره الصبر وعارف الوقت خالص، هو هنا بقى المفتاح في اني انا قلت انا مش هرد عليك وانا فعلا ما اردش عليه، افضل استمر في اللي انا بعمله لحد ما اخلصه وارجع له انا من غير ما يكون طلب واقول له اتفضل انت طلبت كذا اهو. هو لما يعمل كده، لما نعمل معاه كده مره واثنين وثلاثه خلاص هيفهم ايه ده، يعني انا ممكن اطلب ما تجيليش دلوقتي بس تجيلي بعدين. هو ده الطفل الزنان، هو طفل ما عندوش القدره على الصبر وبيتعلم الصبر من طريقه تعاملنا معاه. ولو انا فضلت اقول له استنى 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 حاضر يا حبيبي حاضر يا حبيبي هعملها لك، انا كده بديله الاهتمام اللي هو عايزه. فانا عشان اخليه يبطل الزن ده لازم يعرف ان الزن وسيله مش هتحقق مراده، مش هياخد الاهتمام ومش هفضل جنبه لحد ما ياخد اللي هو عايزه. فانا بعد ما هو طلب الطلب بتاعه انا هرد عليه الرد اللي انا عايزه اقوله له، طيب انا كمان خمس دقايق او حاضر يا حبيبي وخلاص انا انشغل بحاجه تانية اعملها، وارجع اعمل له الحاجه اللي هو كان طالبها، يلاقيني انا لوحدي كده جيت عملتها له، فيعرف ان انا فاكره ويعرف ان هو كل الحكايه ان هو يطلب الطلب ويستنى شويه هيتحقق له اللي هو عايزه. هي دي كل الحكايه، ان هو يتعلم يصبر ويستنى شويه، وده هيبدا يعمله لما يكتسب ثقه فيا، لما يعرف ان انا لما بيطلب مني حاجه بفتكرها وبعملها وبرجع اديها له. وهو ده كان الطفل الزنان. ولو عندك اي مشكلة تانية بتقابلك مع ابنك ابعت لنا على سوبر ماما واحنا هنرد عليكي في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك عشان تشوفوا كل فيديوهات سوبر ماما.